مرحبا بكم، معكم سعد أحمد، خبير تجميل وأخصائي في الوصفات الطبيعية ومدون على الانستغرام. كنتمنى تكونوا بعدا كتستفدوا من الوصفات اللي كنعطيكم والحيل اللي كنعطيكم. دونك اليوم جيت باش نعطيكم واحد نصائح كيفاش نقدروا نحميو البشرة ديالنا من أشعة الشمس اللي كنا تعرضنا لها، يعني النهار كامل الا مشينا للبيسين او البحر. دونك كنرجعوا كنتعرضوا للشمس بزاف، كيوقعوا لنا حروق في الوجه ديالنا. دونك غادي نعطيكم واحد المواد اللي نقدروا نستعملوهم اللي جد بساطين في الدار. غادي نحتاجوا مثلا غادي نحتاجوا خل التفاح. خل التفاح جد مفيد للبشره، وكذلك كيبرد داك الحروق اللي كتكون تعرضنا لها من أشعة الشمس. دونك كنقبطو مثلا قطن ونديرو فيه خل التفاح وندوزو على البشرة ديالنا، دونك كتبدا تبرد البشرة ديالنا. وكذلك نقدروا عوض ما نديرو خل التفاح نقدروا نديرو ماء البابونج. ماء البابونج كذلك حتى هو مفيد بزاف للبشرة، كي يقدر يفتح حتى لون البشرة، يقدر كيساعد على ترطيب البشرة. دونك وكذلك كيبرد داك الحروق اللي تعرضنا ليها. طريقة باش نقدروا نستعملوه هو اننا نجيبو نغليو شوية ديال الماء سخون، نديروه في كاس ونضيفو عليه واحد مثلا واحد جوج معلقات ديال الماء البابونج، ومن بعد نديرو قطين وندوزو على البشرة ديالنا كيهدأ داك الحروق اللي تعرضنا ليها طول النهار. ماء البابونج كنصح به باش تاخذوه من العطار، يكون ديجا مقطر. ما نمشيوش ناخذوه من مثلا من هاد المنتجات اللي ولات كدور دابا في الاسواق، لانه كلها كتلقاها غير حقيقيه، يعني لانه دوك المواد كتلقاها مخلطه. من تجربتي انا ديجا تعاملت مع دي مارك بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، لقيت فيهم يعني غير صحيين للبشره، وقطعت معهم، ما بقيتش خدام معهم. دونك على ذلك كنصح باش تمشيو تاخذوا يعني يكون ماء البابونج يعني مقطر، او ماء الورد يكون مقطر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.